بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے سورۃ الرحمن پر سورۃ الرحمن مکہ میں نازل ہوئی سورۃ الرحمن میں 78 آیات ہیں قرآن پاک کی زینت سورۃ الرحمن ہے سورۃ الرحمن کو قرآن پاک کے دلہن کہا جاتا ہے رحمان اللہ پاک کا نام ہے جس سے مراد نہایت مہربان ہے ہر مشکل کا حل اور ہر طرح کی حاجت پوری کرنے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھا کریں کسی بھی طرح کی حاجت ہو سورۃ الرحمن کو 11 دن تک 11 مرتبہ ہر روز پڑھیں انشاءاللہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی اور ہر مشکل آسان ہوگی سورۃ الرحمن پڑھنے کے ہزاروں فائدے ہیں بیماری سے شفا کے لیے سورۃ الرحمن کو ہر روز پڑھیں اس کے علاوہ کوئی بھی خطرناک بیماری ہو تو سورۃ الرحمن کو سنیں سورۃ الرحمن سننے سے خطرناک سے خطرناک بیماری سے بھی شفا ہوتی ہے سورۃ الرحمن پڑھنے سے نظر بد اور ہر طرح کے جادو و شیطانی عمل سے حفاظت ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کی مدد فرمائیں اور ہمیں حاسدوں کے شر سے اور ایسے لوگوں سے محفوظ رکھیں جو ہم سب کا برا چاہتے ہیں آمین اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب اینڈ لائک نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب اینڈ لائک کریں جزاک اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن
فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يؤسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.